حياكم الله جميعا. كلمتان لا تفترقان عن بعض، الأحساء والتمر. إذا ذكرت الأحساء ذكرت التمر، وإذا ذكرت التمر ذكرت الأحساء. هذه الأيام هي أيام موسم صرام التمور. تغطيتنا لهذا اليوم راح تكون لأحد أشهر وأكبر مصانع التمر في الأحساء، مصانع ابن زيد. اليوم بنوريكم كيف تتم تنظيف وتعبئة التمور، أو بما يسمى باللهجة المحلية شناز التمر. أول خطوة، يتم استقبال التمور من المزارعين في طبليات خاصة، ويتم تدوين معلومات المزارع في طبليته عشان لا يختلط تمره بتمر غيره. هذه أول مرحلة من مراحل إنتاج التمر. يتم وضع التمر في جهاز ذو ضغط عالي. في هذه الماكينة يتم هز التمر وضغطه بالهواء العالي عشان تنزل من الشوائب. يمر التمر في هذا المسار، والتمر الغير صالح يتم فرزه وعزله في الوسط. بعد ما يتم فرز التمر وتنظيفه، يتم انتقاله إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة غسيل التمر. كما تشاهدون يتم تمرير التمر في هذه الآلة ليتم غسله. بعدها يمر التمر بمرحلة التجفيف بالهواء في هذه الآلة. هذه آلة حديثة لتلميع وتنظيف التمر بسرعة عالية. هذه التمر قبل التنظيف مثل ما تشوفون أملح، وهذه بعد التنظيف ما شاء الله يلقلق، نقدر نقول له نعيما. يا هلا ومرحبا فيكم، معكم محمد خليفة مدير الإنتاج مصنع ابن زيد. طبعا راح اللي هو نتكلم الفرق عن ماكينة التلميع وماكينة الغسيل بالموية. مثلا غسيل بالموية بعض الأصناف ما تصلح إلا بالغسيل بالموية، أما ماكينة التلميع فبعض الأصناف اللي تكون مثلا الشيشي والرزيز لازم هذه تكون بالتلميع، يفضل فيها التلميع وعلى حسب رغبة الزبون. طبعا هذا جهاز حراري لتعقيم التمور قبل تعبئتها. الحين التمر جاهز للتقليف وبيدخل مرحلة الشناز مثل ما نقول باللهجة الحصاوية. في هذه المرحلة يتم وضع قليل من الماء على التمر عشان يدبس. أكيد أغلبكم سمع بحالات القش في التمر لما يحطون بدال الماء ماء مخلوط بجلوكوز. وهذا التمر بعد ما تم تفريق الهواء منه. طبعا يتم طباعة تاريخ الإنتاج على عبوات التمر. نفس الطبلية اللي شفتوها في بداية التغطية لما استلموا من المزارع التمر، هذه معلومات المزارع في هذه الورقة. مصانع ابن زيد حاصلة على شهادة سلامة الغذاء العالمية الايزو. طبعا هذه القرفة معقمة ومكيفة بالكامل. انا الحين متواجد في قرفة درجة حرارتها 5 تحت الصفر، ما شاء الله جو اوروبي ما يحتاج الواحد يسافر. الهدف من هذه القرفة هو الحفاظ على التمر. هذه القرفة مكيفة على مدار العام مثل ما قلت لكم 5 تحت الصفر.
والله يا جماعه بصراحه ما ودي اطلع، يعني الحين الساعه 12 ودرجه الحراره برا فوق ال 40، والحين في هالقنفه 5 تحت الصفر ما شاء الله. هذه تمور العملاء الجاهزه في هذه المستودعات الضخمه. مصنع بن زيد عندهم الخدمه المستعجله للتعبئه، تجيب تمرك لهم وحوالي 30 الى 45 دقيقه وتمرك جاهز. الحين بنلتقي العام عبد الحميد بن زيد شيخ التمور في الاحساء، وبنشوف ايش هي رؤيته لتمور المملكه وتمور الاحساء تحديدا. يا مرحبا ومسهلا فيكم، الله يحييكم وشرفتمونا هاليوم. طبعا رؤيتي لتمور المملكة بنظرة عامة هي تمور عالمية وتمور مرغوبة في يعني بجميع الدول الإسلامية وحتى غير الإسلامية، لأنها من أصل مكان النخلة. النخلة هي شجرة عربية يعني في الأساس هي شجرة عربية وليست من الأشجار الخارج الوطن العربي، وكون النخلة في مكان مقدس في المدينة المنورة وفي البلاد السعودية أكيد نظرة المسلمين لها ولمنتجها نظرة ستكون ذات إجلال واحترام، إضافة إلى أنها تحوي على يعني توجيه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالتصبح بها وأكلها صباحا من تصبح بسبع عجوات، يعني توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن احنا نتصبح بالتمر، هذا يكفي في أن تكون التمور السعودية لها منزلة خاصة في نفوس المسلمين، إضافة إلى أن الجودة التي تحوز بها التمرة السعودية يعني لها جودة معينة، أغلب الدول يعني هناك عندهم طبعا أصناف مميزة وجيدة ولها سوق في أوروبا ولها سوق في دول أخرى، لكن تبقى للتمرة السعودية يعني مقعد خاص في أسواق التمور وبورصة التمور العالمية. فيما يخص تمرة الأحساء يعني لها ميزة، لأن الأحساء هي الأم للنخيل، هي واحة النخيل الأم، هي أكبر واحة في العالم للنخيل، فبالتالي محافظة على أصول نخيل من ضمن. والأحساء تتميز بالبرني الذي أكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أهداه إليه الأشج الأحنف، يعني لما أهدى إليه تميز الحساء، ودليل أن الأحساء هي يعني ذات ميزة معينة وتمور معينة، فقال عنها الرسول خير تمركم البرني، إضافة إلى أنها يعني تمتلك ملك التمور وهو الخلاص وانتشاره سواء في داخل المملكة وخارج المملكة، فتمور الأحساء غير طبعا وأحلى. انتهت تغطيتي لهذا اليوم، وأتمنى أنها نالت على إعجابكم وشفتوا من خلالها خطوات تعبئة التام، قدمت لكم شيء مفيد.